صباح الخيرات، صباح الجمال، وصباح كل حاجة صغننة بس بتحلي كل حاجة. صباح التفصيلة اللي ممكن بيها تجمل حاجات كتير قوي ممكن من غيرها ما تكونش حلو. صباح الخير مشاهدين الكرام، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع داليا وياسمين. ليه قلت بقى صباح الحاجات الصغننة؟ لان ممكن نلبس حاجات حلوة كتير بس ما يبانش جمالها الا باكسسوار، خاتم جميل، حاجة كده بتنطق وتحلي، وصباح الاناقة. يعني جايبه لكم النهاردة معانا عشان نعرف ازاي نختار اكسسواراتنا وازاي البس ده وايه اللي هيليق معايا. جايبه لكم مصممه الاكسسوارات استاذه رباب فرج. صباح الخير يا استاذه رباب. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير. الحمد لله. وبرده مش هكون لوحدي طبعا، كالعاده مشرفاني ومنوراني زميلتي اللي بتشاركني في كل حلقه داليا يحيى. صباح الخير يا داليا. صباح الخير يا زميلتي. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. صباح الخير على الساده المشاهدين. النهارده معانا فنانه من فنان من الفن المختلف. فنانة بتصمم الاكسسوارات الحريمي، مش كده؟ يعني لا ده اقل حاجة تتقال عليك. حاجة بسيطة حبيبتي. ربنا يخليكي، منورانا النهاردة. ويعني قبل ما ندخل بقى في تنفيذ الحاجات الحلوة دي، يعني قولي لي أول خطوة بدأتيها منين؟ والله أول خطوة إن أنا يعني ابتديت إن أنا أحب الحاجة، وابتديت إن أنا يعني ببقى عايزة أعملها، يعني بشتريها بس أنا عايزة أعملها، فبقيت ان انا انزل واشتري واعمل وكده. فبقى لي يعني 25 سنه بقى في ما شاء الله في المجال ده. ما شاء الله 25 سنه في المجال ده. ما انا مش بصمم اكسسوارات بس، انا بصمم اكسسوارات وبعمل فوانيس وبعمل يعني شغل كتير. شغل ان شاء الله نشوفه بعد كده في حلقات ان شاء الله. طيب يعني خليني كده في البدايه برضو داليا، زي ما قالت لك ابتدى معاكي الموضوع ازاي؟ حبيتيه ازاي؟ جربتي مثلا ولا جات لك الفكره ازاي اصلا انك تشتغلي في الاكسسوارات؟ يعني انا جربت، بقيت يعني اشتري الاكسسوار بقى يعجبني، بقيت يعني عايزه اعمل فيه حاجه. أيوة. احب اضيف له حاجه، بقيت يعني بالاضافه دي بحس ان انا عايزه اجيب، بقيت انزل واشوف الاماكن وكده وبلاقي حاجات شكلها احلى، فبقيت بقى اشتري وازود خامات وكده، فبلقيت نفسي بقى ان انا يعني بحب ان انا اعمل انا الحاجه بنفسي. جميل. يعني ما بقتش احب اشتريها. طيب هو دلوقتي لو حد طلب منك يعني موديل معين مثلا او يعني رسمه معينه بتنفذيها له عادي؟ بنفذها له. يعني انا مثلا كان عندي العقد ده شكله جميل قوي. نجيبها يا جماعه كده في التفصيل. العقد ده يعني العقد ده كان ده برضو كان مطلوب مني وعملته، عملت طبعا منه اشكال كتير، فممكن هنا التغيير في هيبقى في دي، ممكن بنعمل منه يعني كذا شكل، يعني بيبقى في يعني حاسه ان ده اكتر حاجه لايقه عليه. يعني مش كده؟ في بقى يعني هنا دي الله اكبر والحمد لله، في بقى منه بيبقى ايه كرسي، في حاجات مكتوبه جوه. في حاجات مكتوبه بالنحاس ده. ايوه ايوه. ففي حاجات تاني كتير، في مثلا زي بتعملي الشكل ولا هو اللي بيطلب منك؟ يعني انت اللي بتقولي لهم سيبوا لي نفسكم بقى انا هعمل لك حاجه. في واحده مثلا تقول لي انا عايزه يعني عايزه مثلا اللون كذا. ايوه. ومثلا انت اعملي اللي انت عايزاه، فبشوف انا بقى ايه من اللي يناسبها او اللي يليق عليها. في ناس بتحب الحاجات الرقيقه، في ناس بتحب الحاجات الضخمه كده، يعني زي كده برضو الشكل ده. ده برضو ممكن نحط منه يعني عن التاني. ما بقول لك هنا بيفرق في اللي هتلبس. يعني في حاجه تعجبني حاجه تعجبك. في يعني واحده تحب الحاجه اللي هي تبقى عايزه حاجه سيمبل خالص، مش عايزه حاجه كبيره. وفي واحده مثلا في مثل في التجاره بيقول ايه، لولا اختلاف في الاذواق لبرز. فطبيعي جدا انها علشان تعمل اشكال مختلفه عشان تعجب كل الاذواق. صح. يعني مثلا عندنا الشكلين دول، عندنا برضو الاضخم منهم الشكل ده. انا بحب الالوانات الكتير دي، يعني انا بحسها بتخطفني. انا برضو بحبها اللي هي الكذا لون في بعض دول. فبرضو يعني كده واحده برضو تقول لي انا عايزه حاجه اكبر، فبتبقى كده. ايوه. فبيبقى كل واحد يعني قصدي التفصيله انت اللي بتعمليها من نفسك، وساعات حد بيقول لك انا عايزه التفصيله الصوره مثلا، تبعت لك صوره انا عايزه زي ده. او انا تقول لي مثلا عايزه تصميم كذا بس تكون حاجه فيه رقيقه وصغيره وسيمبل. ايوه. فانا بقى بحاول ان انا يعني اقرب من اللي هي عايزاه. طيب لو يعني مش عايزه اتكلم عن اتيكيت اللبس مع الاكسسوار عشان يعني دي قصه بعيده عننا شويه، بس لو فرضنا مثلا ان انا عايزه اسالك انا البس ايه النهارده وانا لابسه حاجه زي كده زي لبسي دلوقتي. يعني لبسك وانا ممكن مش هتلاقي هنا اصلا يعني حاجه تليق عليه، لانه هيبقى عايز حاجه
سيمبل، وعايز حاجه ما فيهاش يعني شغل كتير عشان الصدر مشغول. عشان الصدر مشغول هيبقى مثلا يعني عايز حاجه انا زي وجهه نظري ان هو مش هيتلبس عليه حاجه، لان هو اصلا مشغول. يعني مش هحتاج البس اي حاجه. فانا عشان كده بقول لك يعني ممكن حروف او حاجه سيمبل فوق قبل الشغل. انما مع ياسمين ياسمين الساده طبعا اقدر اشتغل معاها، يمشي معاها حاجه كتير يعني، كل ده يمشي مع ياسمين عادي. مبروك عليا باخدهم وانا ماشيه بعد الحفله. حلال عليك حبيبتي، تسلمي لي يا رب. تمام. طب قولي لي اكتر مشكله قابلتك في المشروع بتاعك ده كانت ايه؟ اكتر مشكله يعني في ساعات خامات ما ببقاش لاقياها، لما حد بيطلب مني مثلا حاجه بتبقى شغل مكن. شغل مكن يعني إيه بقى؟ بيبقى حاجه مثلا ما يعني زي كده حاجه زيه كده زي كده مثلا، ده شغل يعني مكن وحاجات مصانع يعني. انا بشتري عشان في الفصل المضغوط قصدك في وسط الشكل. الحاجات اللي هي زي كده. انما الشغل كهاند ميد ويدوي يعني ده بيبقى سهل كله. تمام. طيب قولي لي بقى، في حاجات ممكن تتغير مثلا لو حطيت بيرفن او نسيت وخدت شاور بيها او غسلت المواعين وانا لابسه مثلا خواتم؟ هي عموما اي حاجه ممكن بيجي عليها برفان بتطوز بتبوظ. يعني وكده كده احنا يعني عمرنا ما هنلبس اكسسوار ونغسل بيه المواعين. لا مثلا يعني انا خارجه فلقيت كوبايه، فانت عارفه الست المصريه يعني يا جماعه، لا الكوبايه دي طول الخروجه هتبقى منكده عليا، هتبقى اكيد فجايه بسرعه بسرعه بسرعه، فهل ده ممكن يعني يضر الاكسسوار ولا لا؟ يعني من مره من مرتين يعني مش هيضره قوي، بس يعني لما تزوديهاش بقى مش كل مره لازم. يعني هي لازم اللقطه اللي قبل ما تنزلي دي تلاقي حاجه عايزه تتعمل. يعني عارفه زي ما بنقفل كده محبس الغاز وقفله الميه. لا هي يعني مره مرتين كده يعني مش هتاثر قوي، بس يعني هي ممكن ايه يعني بدل الحاجه ما هتقعد شهر مثلا هتقعد 20 هتقعد هتبقى أثر من الفتره بتاعتها هتبقى قليله. طيب قولي لي يا رباب، كل واحد فينا عنده حد في حياته بيديله طاقه ايجابيه. مين اول حد اداكي طاقه ايجابيه في المشروع ده؟ بصراحه يا كل حد بيديني طاقه ايجابيه يعني هي والدتي ما شاء الله. ربنا يرحمها يا رب. ربنا يرحمها يا رب. كانت هي اكتر حد بتساعدك هي اكتر حد كانت في بتساعدني وتحب، واقول لها انا هعمل كذا تقول لي ده حلو اعمليه، اللي انت عايزه تعمليه وشايفاه ان هو صح وحلو اعمليه. فبصراحه يعني كانت بتشجعني، كانت هي اكتر حد بتشجعك. الله يرحمها. يعني عندنا دايما جمهور صغير كده، كل واحد فينا عنده جمهور صغير كده. يعني انا عندي جمهوري الصغير ولادي. فانت ولادك بيدعموكي بالحاجات دي؟ طبعا عندي ولادي برضو يعني بتعجبهم الحاجات بيقولوا لي رايهم، وعندي برضو صاحبتي الانتيم برضو. وكده لازم الصاحبه الانتيم دي علشان ايه؟ كل تفصيله لازم. ايوه هي اللي لازم بقى ايه يعني بتحط التاتش بتاعها يعني. ايوه هو لازم يعني دايما كده، حتى لو انت ها الاخبار الدنيا ايه يعني بنبقى مزهقينهم معانا شويه. أيوة الكلام طبعا لواحده صاحبتنا. بس خليني اقول لك مثلا انت عامله كمان سباحه. تمام. انت بقى السباحه دي برضو بتطلب منك ولا انت اللي بتعمليها من نفسك كده وتوجعيها؟ لا هي بتطلب مني، لان طبعا احنا داخلين على موسم يعني رمضان. السباحه برضو هي يا جماعه لا انا حاسه كمان مش شرط رمضان، يعني بتبقى شيك قوي مع اللبس. السباحه جميله جدا باشكالها زي الاكسسوار كده. لا يعني انا عامله منها حاجات كدا. زي كده السباحه 100 دي صح؟ الشكل ده 99 الشكل ده، وعامله منها يعني في منها اشكال كتير. اشكال كتير. انت عارفه اللي عاجبني فيها الالوانات. بصي يعني بقى دي يعني دي بتمشي سبحه وبتمشي عقد اكتر. عقد اكتر وبتمشي عقد. وبتمشي لو احنا لبسناها كده، لان انا عاملاها بالاستيك اللي هو بتاع الحظاظات. ده كده زحمه قوي يا رب. فبتتلبس. هما بيحبوا كده. في ناس تحب كده. في ناس بيقولوا لي اعملي لنا طقم، بعمل لهم ده كده في الايد واعمل لهم ده في بيبقى طقم عقد واسوره مع بعض وكده. اللي عاجبني في السباحه ولفت نظري ان هي اشكال، يعني انا لابسه وخارجه يبقى الشكل مع الطقم بتاعي. ابيض ده في الوانات. فده اللي عاجبني في حاجات كمان اللي هي فيها اللي فيها الاشكال دي. مشغلات قصدك ولا يعني قصدي ده لا الخرزه اللي هي الملونه اللي واخده الخرزه اللي هي لون اللي هي واخده الوان، وفي اللي هي المط برضو الالوانات لما بتبقى مطرقعه كده بتشد. ايوه. بس طبعا المترقعه دي بتبقى عايزه الحاجات بقى اللي هي الساده يعني. ايوه مش عايزه شغل كتير في اللبس. طيب دي كمان عامله حاجه حلوه جدا اللي هو سلسله النضاره. سلسله النضاره برضو
دي مهمه جدا يا ياسمين طبعا. يعني بنبقى حاطينها كده وتقع وحاجات غريبه. انا عامله بقى منها اشكال كتير كمان يعني. عامله منها الشكل ده فعلا تحفه. وعامله منها الشكل ده برضو حلو الشكل ده قوي. عاملين منها اشكال كتير. وانت بتغريني بالالوانات من ساعه ما تاكل الالوانات المترقعه وكل شويه تطلع لي حاجه بصي مجننه هنا فيه. طب اعمل ايه؟ طيب احنا كمان معانا حاجه يعني مش معتاده قوي وهو الشمع بتاع اعياد الميلاد طبعا كلنا بنشتريه. قولي لي بقى ده تفصيلته ايه معاكي؟ الشمع ده بقى انا جايبه له استنباط لان انا بقدم مشروعات صغيره تعليميه على كواي برضو. فجايبه الاستنباط اللي هي السيليكون دي وجايبه الشمع. فبقول لهم بقى يعني تصنيع الشمع من الالف للياء ده انا بصنعه من الالف للياء كله انا بعمله. الشمعة دي انت اللي عاملاها بايدي؟ انا اللي بعملها بايدي. لو دخلتي عندي على كواي هتلاقي الفيديوهات. طب بصي للكاميرا كده وريهم الشمع اللي انت عاملاه واشرحي لهم بقى. بجيب الاستنباط في منها الحروف وفي منها الارقام والحروف والاستنباط بقى وبصب فيها الشمع وبعد ما بيتصب بيتلون بنطلعه من الاستنبه وبيتلون وبنحط له برونز وبعد كده بقى التغليف بنحطه. دي بيبقى ليها استنبه خشب برضو بنحط دي وبعدين بنحط الحرف وبنحط دي فوقيها وبنكبسها بقى بمكنه. شغلها صعب ولا انا اللي حاسه؟ لا لا هو لا هو مش صعب ولا حاجه. انا دي كنت بقدمها كلها للمشروعات الصغيره للشباب اللي هي مش لاقيه شغل وكل شويه يقولي ما فيش شغل وكده. فبحاول ان انا يعني اعلمهم. يعني هو الشمع كماده ما بتاخدش وقت في انه ينشف؟ لا لا فبيبقى بسرعه معاكي صح؟ لا لا خالص. انا وبعدين احنا بنستعمل كمان يعني حاجات نظيفه ف الخامات بتفرق يعني. طبعا الخامات الكواليتي بتاع الخامه أيوة بيفرق معاكي في مده التصنيع. ايوه في مده التصنيع وفي الشكل وفي كل حاجه. طيب بتميلي للشغل انهي يعني الاكسسوارات كحب ولا الشمع مثلا؟ انا قصدي ايه كحاسه في فن كده انهي فيهم قريب لقلبك قريب يعني. ايوه لا هي الاكسسوارات هي يعني اكتر حاجه انا بحبها اللي حسيتيها. والفن في الفنيات بقى هتلاقي بقى عندي شغل رمضان وهتلاقي عندي شغل المولد بعمل عرايس المولد برضه. لا ده كل ده لازم يجي معانا نعمل له حلقه خاصه بيه يعني. ان شاء الله. ايوه طبعا استعدادا لرمضان ان شاء الله باذن الله. طيب قولي لي يعني لو انا دلوقتي ست بيت قاعده بتفرج عليكي تنصحيني اعمل المشروع ده ولا راس المال بتاعه يعني فوق طاقه الستات؟ لا لا بالعكس خالص. طقم يعني بالنسبه لراس المال هو بسيط جدا بس على حسب الحاجه اللي هتتعمل يعني. انا كنت عامله لهم برضو كان مشروع ب 100 جنيه في الاكسسوارات والحاجات دي يعني. حاجه زي الكريستالات دي مثلا لو جت اللي هي تعمل مشروع سبح ده بيتباع بالفرع. الفرع من ده ب 10 جنيه بسيطة. يعني حاجة بسيطة جدا. وفي برضو اللولي ده برضو بيتباع بالكيلو ازاز. في بقى طبعا معانا يعني اشكال وحاجات كتير. يعني كلها حاجات يعني مش دي سبح ما تنفعش حظاظات مثلا زي الحاجات اللي من لا هي دي كانت مطلوبه مني ان هي سبحه. هي الحركه اللي بتتعمل في اخر السبحه دي هي اللي بتخليها الشرابه دي تديها روح السبحه في الموضوع. دي اللي هي دي الشراب. سبحتها برضو بتمشي اللي هي تلبس في الايد بالدلايه. لو حد بقى عايزها بتتلبس في الايد بيقول لي فانا بعملها له استك زي دي كده. بعملها استك لان انا بعمل برضو حظاظات بس انا ما جبتهاش يعني. مثلا عندنا زي دي كده. دي شكلها دي اسوره. دي اسوره برضو كده. بيبقى في برضو بعمل منها حظاظه اللي هي بتبقى واحده بس زي السبحه كده. او لو حد عايزها كريستال بعملها له كده صف واحد يعني. بس دي بقى دي بخيط الواير اللي هو بتاع السبح اللي هو الناشف. وده بيبقى بالاستك عشان لو حد عايز يلبسها. يعني هي الفكره ان ده ما يلفش الايد فعشان كده. لكن الاستك ده هيروح هياخد ويدي معاكي يعني. فاللي بيبقى بقى يعني عايز حاجه معينه بعد فتره بقى الاستك او الحاجات اللي حد بياخدها منك كده ويقول لك مثلا دي باظت مني اعمل ايه بقى؟ تعملي انت ايه ساعتها يعني؟ هل لا ساعتها بتقولي هاتها وانا اصلحها بيجيبها ولا ماليش دعوه بقى سوء استخدام منك انت؟ لا 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 ما بعملش كده خالص. الزبائن عارفه بديهم الحاجه بالضمان. لا ساعات يعني الاستك طبعا معروف ان احنا من كتر القلق واللبس فبيوسع او بيتقطع فده شيء طبيعي يعني. لو هو بيبقى عنده مثلا درايه بكده
بيجيب الخيط وبيعملها تاني زي ما كان، لو ما بيعرفش ما عندوش فبيقول لي مثلا وانا باخدها وبعملها له تاني. طيب ممكن حد فعلا تتقطع منه حاجه ويقع منها حاجات كتير مثلا، بيجي يقول لك انا يعني يجي جماعه يلاقيها مش بقى او لو مكمله وانا كان عاجبني ممكن اجيبه لك وتشكله لي تاني. ما انا بقى بعمل كده. لو هي المشكله ان انت لما بتقطع ويتفرفط بقى كده بتلاقيه لما تيجي تجمعيه تلاقيه مش مجم مش مكمل، مش بيبقى كامل. مش بيبقى كامل، يرجعه لها. ففي بقى يعني ممكن هنا بقول له مثلا لو انا بيبقى عندي بواقي ممكن مثلا عندي نفس اللون بقول له، لو في نفس اللون متواجد في السوق بشتريه واكمله له. لو ما فيش ممكن بقى مثلا ان احنا ايه، ممكن مثلا حاجه زي كده لو اتقطعت مثلا وهي 99 بروح مثلا وهي ناقصه حاجات، ممكن مثلا هنا مثلا اجي احط اتنين لون تاني، هنا اتنين قصادها بالتناسق بقى. فهتدخل فيها لون تاني وهتدينا برضو شكل حلو وفي نفس الوقت رجعناها برضو ما رميناهاش. تمام. لو انا جيت لك ورايحه مناسبه، رايحه حته اني رايحه مثلا جامعه كبنوته، رايحه الجامعه او كأنا رايحه عندي سهره مهرجان برنامج، ممكن اقول لك على المناسبه بتاعتي وانت اللي تصممي لي عليها، ولا انت تقولي لا اطلبي اللي انت انه انا دلوقتي اطلبي اللي انت عايزاه بالظبط وانا انفذه كمان يكون لايق مع لون الفستان اللي مثلا لابساه. انا رايحه المهرجان لابسه فستان مثلا اي اللون، عايزه حاجه عليه، بتقولي لا حددي لي، ولا انت تقولي لا سيبي لي نفسك؟ لا عادي، ممكن مثلا لو هي بتجيب لي مثلا وتقولي لا انا الفستان مثلا لونه كذا وعايزه حاجه بقى مثلا تليق، حاجه رقيقه، حاجه كده، حاجه سيمبل، فانا بقى بصمم لها الحاجه اللي هي يعني ايه تبقى ماشيه معايا. حلو، جميل جدا. طب انت دلوقتي عامله ورشه للشمع، بتعلمي يعني الستات على موضوع الشمع، هل في بقى عندك ورشه للتصميمات بتاعت الاكسسوارات؟ لا، الاكسسوارات انا بعملها انا. انما الورشه لكن عندي بيجي يطلب منك ان هو عايز يتعلم؟ لا، بيجوا يتعلموا، بس بعلمهم الشغل اللي هو يعني بيبقى متداول في السوق، لان الاكسسوارات يعني انت سايبه يعني التكات اللي هي فيها فن دي ليكي. لا، هو في بالنسبه لان حد عايز يتعلم حاجه ويعملها. صحيحه، بتقول لك يعني يعني مش بتديها النقطه، انا استغربت، انا بس يعني هي ما فكرتش احنا على على فكره مش واخده بالك. لا مش قصدي كده، ما هو لازم يبقى عندها سر المهنه. لا انا مش قصدي كده، يعني انا قصدي مثلا لو واحده دلوقتي عايزه مثلا تيجي تعمل مشروع بس عايزه يعني مكسب على طول، فطبعا مش هديها ان هي تعمل اكسسوارات، لان الاكسسوارات دي يعني لازم هتنزل تشتري الخامات، تشتري الخامات كده، فدي هتاخد معاها وقت، ولازم يكون عندها يعني خلفيه بالتسويق، ولازم تكون عندها يعني ناس تبيع لهم. طيب. انما انا بعلمها مثلا حاجه زي فانوس رمضان، زي مفرش رمضان، زي الخدديات، زي الحاجات التانية بتاعت الشغل بتاعنا. جميل. اللي هو بيبقى يعني ايه سريع البيع، وفي نفس الوقت بتبقى حاجه كويسه برضو، هي بتفرح بيها جدا. جميل. بس يعني لو حد طلب مني ان هو يعني يعمل حاجه زي دي يعني ما ببخلش عليه بحاجه، يعني حتى كل الناس اللي معايا عارفين كده. يعني ما فكرتيش تفتحي ورشه بقى لكل حاجه زي حاجات رمضان، حاجات الاكسسوارات، الشمع اللي هي شامله؟ ما هو انا عندي فعلا كده، يعني هي شامله عندك الورشه شامله؟ انا عندي ورشه، بس طبعا لان الاكسسوارات دي يعني بتبقى واخده جانب تاني. فانا بيبقى عندي الورشه فيها الشمع وشغل رمضان والحاجات دي، حتى انا عامله لها هنا كروت اهي دعايه. ايوه، مصنع بنت البلد. اتفضلي. مش عارفه هو باين عندكم ولا لا، بس هو مصنع بنت البلد اهو. حلو جدا، حلو ما شاء الله، جميل جدا. اللهم بلغنا يعني حاجه بسيطه على قدنا يعني. لا، جميل ما شاء الله، ربنا يوسع عليك يا رب ان شاء الله. طب قولي لي يا رب، يعني الوقت اللي ممكن تاخديه في تصنيع مثلا كوليه زي ده تاخدي ياخد منك وقت قد ايه؟ يعني مثلا سبحه زي دي مثلا تاخد ربع ساعه. ربع ساعه انت قاعده كده على طول كده؟ عارفه ان الموضوع بسيط، دي حاجه جميله قوي. لا، كل حاجه على شغلها بقى، يعني مثلا بس لو عقد مثلا زي ده كده بياخد طبعا مني وقت شويه، لان بيعوز في كذا حاجه. يعني بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني نص ساعه، ساعه الا ربع، على حسب الشغل بتاعه. يعني ممكن لو حاجه مثلا حاجه معينه ممكن على تاني يوم او كمان كام ساعه تدهاني على طول. لو الخامات بتاعتها متوفره عندي مش لسه هنزل اشتريها، بعملها على طول. طب هل بقى الشغل ده يعني بكل تفاصيله والشمع بياخد وقته والاكسسوارات بتاخد وقتها، ده بقى معطلك عن شغل البيت؟
عامل لا لك ازمه يعني في البيت ولا؟ لا بصراحه هو مجهد يعني، هو مجهد بس يعني ايه، نظرا ان انا يعني بسهر فبحاول ان انا يعني ارتب بقى يعني ايه، اصحى مثلا الصبح بيبقى مثلا الولاد بقى والبيت وشغل البيت وكده، يعني بعديها بقى بشويه بنزل اشوف المصنع واشوف الحاجات المتطلبات مني لو هنزل العتبه او كده. بالليل بقى وانا قاعده لاني بسهر طبعا، فممكن بقى امسك الاكسسوارات والشمع والحاجات دي، انما شغل الورشه ده بقى بيبقى تحت لوحده. ف طب خليني مش معطلك شخصي يعني ممكن ولا اتفضلي. التفاهم في البيت يعني، هل الزوج متفاهم ان هو يعني يقدر ان هو يستحمل وقتك وشغلك متفاهم، والاولاد كمان متفاهمه ده؟ ايوه طبعا، وبعدين انا ما عنديش حد صغير يعني، انا عندي اصغر حاجه هاديه رابعه جامعه ما شاء الله. شكلك مش باين عليك ما شاء الله، ربنا يخليك. بيساعدوكي في الشغل ده يعني، بيشتغلوا معاكي يقولك تعالي يا ماما بقى انت وراكي ايه النهارده؟ لا ما ليه كده بقى؟ لا في الشغل ما ليه كده ممكن بقى؟ احنا دلوقتي يعني تحبي نقول لهم ايه دلوقتي على لا يعني لو في الورشه ممكن تحت مثلا لو كده ومزنوقه في حاجه وكده ينزلوا يساعدوني. انت اللي بتطلبي ده؟ اقول لهم مثلا انا عندي ضغط او كده فينزلوا يساعدوني. لا هو دايما في حد من الولاد عندنا بيبقى طالع لنا في حاجه، في حد من الولاد طالع لك في الموضوع ده؟ الموضوع ده عايز خلق يعني، انا عن نفسي ممكن اقعد اعمله عادي. عندي بنتي لا تقول لي لا 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 ما عنديش طاقه، لا وانا ازهق برضه ما عنديش طاقه للكلام ده خالص. ما انا كله بيقول لي كده. لا بس عندي بنوته تانية لا عندها استعداد تعمل كل حاجه. فانت مين اللي طالع لك يعني؟ في حد واخد منك الموضوع ده؟ هي هاديه ممكن يعني شويه تحب كده بعض الاوقات وهي قاعده يعني تعمل حاجه، انما مش يعني مش اساسيه ان انا احطها في حاجه واقول لها مثلا في مطلوب طلبيه كذا اعمليها يعني. واخده يعني منك الهوايه بتاعت الفن، فن الاكسسوارات. في حد خد منك الهوايه دي؟ هاديه تحب تعمل الحاجات ولما بزنقها في حاجات تشتغل. بتستشيري حد فيهم يعني وانت بتعملي حاجه؟ ما يعني ساعات مثلا انا لابسه طقم يا داليا الطرحه يا ريتاج بنتي بقى مش عارفه ايه يا سودي، يعني كلنا لينا حد كده بنقعد نستشيره. انت ليكي حد بتستشيريه وانت بتنفذي التصميم بتاعك؟ لا هو الاستشارات بقى زي ما قلت لك كده انتمتي بقى يعني، بس هي انتمتك بس. انتمتي بقى اختي كده يعني، هم دول بس اختي بقى في المشروع. اختي بقى في الورشه يعني اكتر بقى حد ان انا يعني ايه بستشيره وكده، لان هي برضو يعني دماغها فنيه برضو شويه زيي ما شاء الله، فبتبقى بتحب يعني بتصمم حاجات او بتحب برضو تبدي في حاجات. رمضان في شغل كتير هي اللي مصممه وعاملاه، ممكن مثلا اقول لها الفكره انا عايزه مثلا كذا فهي تديني يعني احسن من اللي انا قلته ما شاء الله. بتحط التاتشات بتاعتها. ايوه بتحط التاتش بتاعها وهي ما شاء الله ايديها جميله يعني ما شاء الله. طيب احنا قلنا ان راس مال المشروع ده يعني في متناول الجميع او نقدر نجيبه بامكانيات بسيطه جدا. طيب العائد بقى اللي بيجي لي يا رباب من الموضوع ده كويس يعني حاجه كده تفرحني؟ احنا مش جايين نحسدك. لا بصرف النظر عنك يعني عموما يعني انا دلوقتي عايزه اعمل المشروع ده، هل العائد اللي جاي لي فعلا يعني يفرحني كده ويحسسني ان انا كسبت؟ ما هو كل واحد برضو على حسب يعني، هل مثلا انت ليكي محلات بتسوقي لها؟ هل الشغل ده مطلوب منك؟ ما هو بتفرق برضو من واحد لواحد. أيوه. ما انا برضو لو لسه جديده ولسه ما حدش يعرفني وكده فهيبقى صعب ان انا مثلا اعرض على شغل ويقول لي هاتيه. ايوه غير بقى لو انا مثلا معروفه وحد مثلا عارفني وكده فباجي ان انا يعني اعرض عليه الشغل فهو بيبقى عارف شغلي فبيطلب مني. أيوه. فهنا بتفرق بس في الحته دي التسويق بقى لحد قادر يسوق لاكثر من مكان. ان ممكن واحده برضو تعرف تعمل بس ما بتعرفش تسوق. ده هي مشكله. بتفرق بقى هنا في الحته دي، واحده مثلا تقول لك انا ممكن اشتغل بس اتكسف ان انا اقف اقول لحد تشتري مثلا دي مني. أيوه. او تاخد دي مني كده يعني. هي حلوه دي رساله برضو لكل بنت حابه بتعمل المشروع، فانت وريتيها نقط دلوقتي الضعف يعني اللي هو ممكن تكوني مش هتعرفي تسوقي فيبقى محتاجه حد معاكي تسويق او مش هتقدري تخوضي التجربه دي. ايوه فهي جت نقطه كويسه ان احنا شملناها. إيه عندك نصايح ايه ممكن تحبي تنصحي اي حد حابب يدخل المجال؟ او ايه التكات اللي وقعتي فيها حابه حد يتفاداها لو دخل المشروع ده؟ ما هي اكتر حاجه ان هو يعني ايه اما ينزل ما يجيبش مثلا يعني معايا مثلا 1000 جنيه ما انزلش اجيب بيهم كلهم حاجه واحده. ممكن ان انا انوع واشوف نفسي لو خصوصا لو انا اول مره اشتغل. فممكن انا مثلا لو انا حابه مثلا الشمع اجيب مثلا حاجه بسيطه من الشمع يعني الحاجات اللي تشغلني في الشمع. حابه الاكسسوارات اجيب حاجه بسيطه اللي تشغلني في الاكسسوارات واشوف بقى ايه بعد كده اللي هيطلب مني او ايه المشروع اللي انا يعني هركز فيه.
وهيبقى مطلوب مني بس عشان يعني ما يجيبوش حاجات وبعد كده ما يعرفوش يسوقوا. طيب المشاريع دي كترت يعني، انا حاسه ان الاكسسوارات كتير كذا حد بيشتغل فيها. يعني انا كواحد بقى عايز يشتري او كبنوت عايزه تشتري، اعرف اشتري من انهي احسن او افضل ازاي كنصيحه بقى لحد بيشتري مش بيبيع دلوقتي؟ هو عموما اللي يعني اللي ما يعرفش حد معين بيروح على طول ان هو يشتري من المحلات. ايوه اتفضلي معاكي. انما طبعا لو انا عارف حد معين وواثق في شغله فانا باخد منه. ايوه فده يعني بتفرق هنا بس. طيب انت عندك بقى الفريق بتاع المصنع بتاعك او الورشه الصغنطوطه الحلوه بتاعتك دي. أيوة. هل انت مقسمه مهام في المشروع؟ طبعا كل واحد يعني عندك حد تسويق، عندك حد علاقه عامه، عندك حد مثلا بينزل هو يبقى متولي موضوع الشراء والحاجات دي؟ لا هو في الشراء انا اللي بشتري. انت اللي بتشتري والتسويق انا اللي بسوق. طب ده حاجه جميله حلوة. بس يعني الشغل التاني بقى انا بوزعه عليهم بحيث ان هم بيبقوا يعني متواجدين في العمايل بس يعني متواجدين كتير فبيعملوا، انا اقول لهم مثلا كذا فهم بيعملوا. كنت سعيدة معاكي جدا والفقرة كانت جميلة جدا. ربنا يخليكي. ان شاء الله توعدينا يعني بلقاءات اخرى باذن الله. ربنا يخليك. انا اسعد طبعا وسعيدة بلقائك. متشكرين جدا لوجودك معانا. ربنا يخليك. فنانة يعني مصممة اكسسوارات. ربنا يخليك. جميلة جدا. ربنا يخليك. متشكرين ليك. ربنا يخليك. خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش فقراتنا، استنونا لكن بعد الفصل.